أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رجل يصلي ثم اتصل الجوال فقام بالرد عليه وهو في صلاته بقوله سبحان الله يشعره أنه في الصلاة، ما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا لا يبطل الصلاة. لو تنحنح مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن عليه وهو يصلي يتنحنح، هذا قول سبحان الله ما يبطل الصلاة، لأنه ذكر مشروع في الصلاة جنسه لا يبطل الصلاة. لكن أنا أنصح اللي يصلون إنهم ما يحملون الجوالات، أو إذا حملوها يغلقونها إلى ما يسلمون من الصلاة، يغلقونها لها إغلاق، يغلقونها لما يفرغون من الصلاة ولا تشغلهم وهم يصلون. نعم. أو إنهم لا ينقلونها معهم في المسجد، خلونها في بيوتهم أو في سياراتهم. نعم.